السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث صفحة 78. التطبيقات الكتابية: أنجز على دفتري، أصرف الفعلين سمع ترك حسب الضميرين والأزمنة. لدينا هنا الأزمنة: الماضي، المضارع، الأمر. إذا الماضي هو الأمس، المضارع هو الآن، الأمر هو الطلب. ضمائر: أنت، أنت، أنتما. أنت سمعت، تركت في الماضي. إذا أنت سمعت، تركت. أنتما سمعتما، سمعتما، تركتما. المضارع: أنت تسمع، تترك. أنت تسمعين، تسمعين، تتركين. أنتما تسمعان، تتركان، تتركان. الأمر: أنت اسمع، اترك. أنت اسمعي، اتركي. أنتما اسمعا، اتركا. ثانيا: أحول. أيتها الحمامة انطلقي نحو الطفلة. إذا أيها العصفور انطلق نحو الطفلة. أشكركم لأنكم أنقذتم حياتي. إذا عنا لأنكما، إذا أشكركما، أشكركما لأنكما أنقذتما حياتي. كانت الطفلة ترتشف من البرد. كانت الطفلتان ترتجفان، ترتجفان من البرد. أيها الخروف امنحني صوفا لأصنع ثوبا. أيتها النعجة امنحيني، امنحيني صوفا لأصنع ثوبا. ثالثا: أرتب وأركب جملا تبدأ بأفعال. لدينا هنا الأرية صارت سعيدة. إذا جملة تبدأ بالفعل: صارت الأرية سعيدة، صارت الأرية سعيدة. الجملة الثانية: لدينا مرويا الزرع بات. إذا ترتيب الجملة فعلية: بات الزرع مرويا. إذا بات الزرع مرويا. الجملة الثالثة: ظل متساقطا المطر. إذا ظل المطر متساقطا، ظل المطر متساقطا. رابعا: أحول. لدينا هنا مثال: حافظ، يحافظ، محافظ، محافظة. إذا شارك، يشارك، مشارك،
مشاركة. إذن شارك، يشارك، مشارك، مشاركة.